كده احنا في حملنا للعقيدة. اذا حملنا العقيدة يجب ان نكون بمستوى العقيدة نفسنا بالدفاع عنها، يجب ان ندافع عنها. كيف؟ يعني مثلا انا لما اريد اجي الان يجيني واحد يقول لي شو دعوة هالحماس، عدكم انتم بالدفاع عن علي بن ابي طالب وانه هو اولى الناس وان امام معصوم وان منصوص عليه وان معين من قبل الله ومن قبل رسوله، مش دعوه التهالف على هذا والحال، لا اكو خلافه عندكم حتى تتهالكون عليها وهذا وضع تاريخي راح وانت قل له لا انت غلطان. ليش؟ لان احنا جاي ندافع عن حق، ما ندافع عن اشخاص. يعني انا علي بن ابي طالب ما ادافع عنه لان دم ولا حق، لا، وانما ادافع عنه لان علي بن ابي طالب قران يمشي على الارض، لان علي بن ابي طالب رساله والرساله لا تموت، ودفاعي عنه دفاع عن الرساله. يعني لما اريد اقول ان علي بن ابي طالب نص عليه القران، نعم، باعطائه الولايه العامه ونص عليه النبي بجعله جزء من نفسه، انما ادافع عن ماذا؟ ادافع عن الامتداد الطبيعي لشخص حامل الرساله. الامتداد الطبيعي لشخص حامل الرسالة، من هو شخص حامل الرسالة؟ الرسول، ثم من بعد الرسول من نص عليه وعينه، نعم، وهو علي بن أبي طالب. إذا أنا عندما أدافع عن ثوابت أدافع عن رسالة السماء، كذلك إذا أردت أدافع عما تعرض له أهل البيت من ألم ومن اعتداء ومن سلب حقوق وغمس حقوق، أدافع عن ماذا؟ أدافع عن حق أضيع بين يدي جهلة أو بين يدي عتاة متمردين، نعم. إذا أنا دفاعي كل دفاع عن حق، وهؤلاء إنما تجسد فيهم الحق، فدفاعي عنهم دفاع عن الحق المتجسد في أشخاصهم. إيش أريد أخلص من هذا؟ أريد أخلص من هذا في الأيام الأخيرة صارت أكو عندنا تشكيكات في كثير من قضايانا التاريخية. هاي التشكيكات اللي صارت في كثير من ايام في تاريخنا وفي قضايانا التاريخيه، هاي التشكيكات بالواقع مو جديده، لا، قبل هذا ايضا مرت موجه من هذا النوع وانحشرت وراحت، وقبل هذا مرت موجه من هذا النوع وانحشرت وراحت. فاحنا اذا شفنا اللون من محاوله لزعزعه في العقيده لا نقف في وجهها، وبتعبير اخر نحط اصابيعنا بعيون اللي يقول بيها ولو كان ايا كان. لكن احنا نريد شيء، نريد ان نكون بمستوى الرساله، يعني لنتحول الى مهرجين. والعام انا ناولش هذا الموضوع، سمعت ان البعض قايل ان الشيخ لا يبدو انه ما متحمس للقضيه ويريد يدافع عن اشخاص. لا، انت غلطان يا اخي اللي تقول شيء. أنا أولاً تراب أقدام الشيعة، وأنا تراب أقدام حملة المبدأ، وأنا ممن يتهالك ويموت في سبيل مبادئ آل محمد، وممن ضحى ويضحي وسيضحي إلى آخر حياته. لكنه أنا ما أستعمل غوغائية، يعني بتعبير آخر أمشي بهدوء، أمشي بلون من الفكر الهادي اللي أتصور أن أكثر فاعلية وأكثر أداء. طيب، من بعد هاللمحة العابرة أريد شيء واحد، أريد أن أقول هنيئا لكم بحملكم لرسالة أهل البيت. أيوة. ومن بعد ما أقول هنيئا لكم بحملكم لرسالة أهل البيت أقول أهنئ أذواقكم بحسن الاختيار، لأن آل محمد الطريق الأمثل والهدف الأكرم، آل محمد الرصيد في الدنيا والآخرة. أنا عندما أبتدئ وأتسلسل في الدفاع عن آل محمد وعن مبادئهم وفي التمسك بولائهم، أنا بذلك ما أصنع، بذلك أكشف عن فطرة سليمة، بذلك أكشف عن اختيار موفق. أنا إذا مريت في ذكر أهل البيت، شريد من ذكر أهل البيت، أريد من ذكر أهل البيت أن أحمل للناس صورة تمثل الحق والعدل والاستقامة والبطولة والدفاع عن دين الله.
وعملوا البر والخير والتقوى على احسن ما يتصور. هذا الذي احمله الى الناس عندما احمل رسالتها. فاللي اريده من عندكم انتم ان شاء الله بالمقدار الامثل ان تكون كلمتكم موظفه خصيصا لآل محمد. لا تروح يمنى ولا يسرى. ما اريد منكم روح يمنى ويسرى. انا ما لنا شغل بيمنى ويسرى. السياسه الى ناس يشتغلون بها. مو الشكل. الاقتصاد الى ناس يشتغلون به. احنا شغلنا خدمه آل رسول محمد. يجب ان نتوفر على هذا الطريق. ما نبقي شيء من جهدنا الا الى هذا. اعتقد الطريقه بدلها توضيح شويه. يعني مثلا انت اللي تنظم قصيده او انت اللي تاخذ القصيده وتقراها ما يعنينا ان يكون شف العرب للعرب او للعجم. شفنا فلزين هذا ما نشغل بيه احنا. هذا لاهل السياسيين يشتغلون بينا. انا تدري ايش يعنيني؟ يعنيني ان رساله السماء التي حملها النبي انتقلت من بعده الى علي بن ابي طالب. مو كنبوه لا كامامه. النبوه للنبي وامتداد الرساله هي الامامه. هذا يعنيني ان اثبته. يعنيني ان بضعه رسول الله فاطمه الزهراء التي وقفت تقارع البغي وتقارع الانحراف عندما قارعت ووقفت هذا الموقف شنو كان هدفها من وراء ذلك؟ ما كان هدفها فدك لا وابيك، وانما كان هدفها الدفاع عن كلمة الحق. وإلا ما أحقر فدك شنو قيمة فدك؟ علي بن أبي طالب إجت لي الخلافة. لما إجت لي الخلافة مر عليكم بالتاريخ أن بنال بيت قاعد بيت؟ أو مر عليكم بالتاريخ أن علي بن أبي طالب خلف أروى ضخمة عندما رحل من هذه الحياة؟ أو مر عليكم أن لبس له ثوب من حرير أو قاعد على كرسي مرصح؟ أبدا. علي بن أبي طالب ذاك اللي يقول أنا والله لقد رفعت مدراعتي حتى استحييت من واقع الأرض. وحتى قال لي قائل ألا تنبذها عنه؟ فقلت اعجب عني، فعند الصباح يحمد القوم الشرى. إذا كانت أقومة العليا يتهالك من أجل إقرارها أهل البيت وأئمة أهل البيت وكل من يتصل بأهل البيت. فالزهراء سلام الله عليها في وقوفها في وسط المجلس ما كانت تدافع عن بلغة أو تدافع عن بستان. مثلا اليوم يكون بإيد وبكرة يكون بإيد أخرى، إلا بمقدار ما يحقق هذا البستان شاهد بالنزاع بس مؤثر. وإلا في واقع الأمر دفاعها عن ماذا؟ دفاعها عن أصل فكرة الإمامة. يعني حط الرجل المناسب في المكان المناسب، حط اللي يحقق العدل، اللي يقيم الحق، اللي يدحض الباطل، اللي يمثل رسالة السماء وهو علي بن أبي طالب. يقول في خطبتها وما الذي نقموا من أبي حسن؟ نقموا والله منه نكير سيفه وقلة مبالاته بحتفه وشدة وطأته ونكال وقعته وتنمره في ذات الله. وبالله أقسم أن لو مالوا عن المحجة الواضحة وزالوا عن إلى أن قالت في أمال عمري لقد لقحت فنظرة ريثما تنتج. شوف من مجمل موقفها، من مجمل موقفها أنه موقف يريد أن يعدل المسيرة عن الطريق المنحرف إلى الطريق الصواب، أن يضع الرجل المناسب في المكان المناسب، أن يجعل عليا الامتداد الطبيعي لرسول الله صلى الله عليه وآله الذي يأخذ طريقه إلى تجسيد أحكام السماء. إذا إحنا عندما نقول أن الزهراء تعرضت إلى ضغط وتعرضت إلى حرمان وتعرضت إلى ضار وتعرضت إلى كسر ظل وتعرضت إلى أن تموت نعم وتدفن ببضعة أشخاص، كل ذلك حلقة من حلقات التضحية والجهاد في سبيل إقرار الحق. وإحنا ما أخذنا هالمعاني من فراغ، أخذناها من مصادر ثابتة وأخذناها من بعد تنفيص إلى أن انتهينا إلى هذه الحقيقة التي كنا وما نزال سنبقى عليها. نعم هذا الذي ينبغي أن نحمله على أيدينا. ما يهمنا أن نحمل فكرة سياسية ما تعنينا ولا فكرة اجتماعية ولا فكرة اقتصادية يعنينا شيء. عندنا تخصص الآن، عندنا طبيب يشتغل بالطب،
عندنا مهندس يشتغل بالهندسة، عندنا اقتصادي يشتغل بالاقتصاد، وعندنا حملة عقيدة يشتغلون بالعقيدة، عندنا فقيه يشتغل بالفقه، أصولي يشتغل بالأصول، كل واحد يذهب إلى اختصاصه. اختصاصكم أنتم يا حملة الكلمة، يا من يدافع عن مبادئ أهل البيت، اختصاصكم أن تكرشوا كل جهودكم ونشاطكم للدفاع عن أهل البيت وعن مبادئهم، ولا تحملون في أنفسكم طبيعة انتقام، لا، فليكن رائدكم وجه الله، فليكن رائدكم نعم الذي تنحون نحوه إقرار الحق ودحض الباطل والوقوف في وجه الباطل. زين، من بعد ذلك كله أكو عندنا شيء، ترى الحب والولاء أحيانا ما يجي بطريق الكلمة العادية، لا، يعني أنا لما أريد أعمق الولاء أعمق مو بالكلمة العادية اللي ألقيها على شكل خطبة، لا، أحيانا تحتاج هاي الكلمة أن تكون مكهربة، تحتاج أن تكون مشحونة عاطفيا. منين شنو اللي يشحنها عاطفيا؟ الحزن على أهل البيت، الولاء لأهل البيت، شكب الدمع في مصابهم، نعم، الحرقة على ما أصابهم. زين، وتأريخ أهل البيت تأريخ مملوء بالحرقة وباللوعة. احنا مو من فراغ نقعد نبكي ابدا، مو ما نحسن الا البكاء، لا نحسن شيء غير البكاء، لكن البكاء يفرض علينا نفسه فارغ. ليش؟ لان هؤلاء القدوة الذين انتخبتهم السماء تعرضوا الى ابشع ما يتصور من الالام والمحن، مما يجعل دموعنا تنفصل من عيوننا بدون ارادة. نعم، هذا شيء احنا كنا وما نزال عليه.